صدامات وقعت بين عناصر الشرطة البرازيلية ومتظاهرين حاولوا اختراق حاجز أمني يفصلهم عن ملعب ماراكانا في مدينة ريو دي جانيرو، حيث كانت تجري المباراة النهائية لكأس القارات لكرة القدم بين منتخبي البرازيل وإسبانيا. وفيما ألقى متظاهرون زجاجات حارقة على عناصر الأمن، ردت الشرطة بإطلاق الغاز المسيل للدموع، ووصلت رائحة تلك الغازات حتى مدارج الملعب بحسب صحفيين. وكان شعار المتظاهرين الذين رفعوه لا لخصخصة ملعب ماراكانا، وقد أعرب المحتجون عن عدم رضاهم بنفقات الحكومة الهائلة لتنظيم كأس العالم لكرة القدم العام المقبل والألعاب الأولمبية خلال عامين، متهمين الحكومة بالفساد، بينما هم يشكون من ارتفاع معدل الجريمة وتدهور الخدمات على مستوى النقل والصحة والتعليم.